خلينا نروح لكاتبنا الكبير، كاتبنا الصحفي الكبير كابتن عصام المنعم، طبعا واحد من نجوم مصر في كرة القدم. خليني اخد رأيه في مشهد الذي يحدث الآن من خلال التصاعد ما بين التصريحات ما بين الأهلي والزمالك. كابتن عصام مساء الخير عليك يا كابتن. اهلا، مساء الخير يا فندم. تحياتي لحضرتك يا كابتن، تحياتي. اهلا بيك. طيب كابتن، حضرتك اكيد متابع ما يحدث الآن، ويمكن يعني قناه الاهلي او هبتدي بقناه الزمالك لانها كان الوضع في قناه الزمالك هو اللي كان الاول، وكان في تصريحات في البدايه، ثم امبارح بعد عوده قناه النادي الاهلي ابتدى الرد بشكل من خلال الضيوف اللي كانوا موجودين في القناه امبارح، وبالتالي الامور فيها شد وجذب من خلال التصريحات. وفي الاخر من وجهه نظر كابتن عصام، احنا رايحين لفين يا كابتن عصام في الجزئيه دي؟ هو طبعا يعني مساله القنوات بتاعه الانديه وارد انها يكون في وارد ان يكون في تجاوزات، انما احنا عندنا في لجنه في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، لجنه ضبط الاداء الاعلام الرياضي برئاسها الاستاذ فهمي عمر، وقدوم مجموعه كبيره من القامات، يعني انا اقلهم. فيعني لما بتيجي شكوى بيتم التحقيق فيها، وممكن توقيع جزاءات على الجهة الإعلامية اللي بتتجاوز الخطوط الواجب يعني عدم تجاوزها. طيب كابتن عصام، حضرتك ما زلت عضو في هذه اللجنه، لجنه تقييم الاداء الرياضي او الاعلام الرياضي. اوكي، لجنة ضبط الأداء ضبط الإعلامي الاعلام الرياضي. الرياضي. طب جميل جدا يا كابتن، وده حاجه احنا يعني محتاجينها. حتى الان ما فيش اي شكوى بهذه جزئيه بالنسبه يعني كانت في البدايه قناه نادي الزمالك، ثم يعني لسه طبعا النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي لسه امبارح بتتكلم، فبالتالي يعني حتى الان ما فيش اي شكوى في هذه الجزئيه. يعني هو قبل كده كان في شكاوي وتم التحقيق فيها وتم اتخاذ اجراءات فيها. يعني لما بتيجي اي حاجه بيتم الشكوى دي كانت استعراض. بخصوص قناه نادي الزمالك كابتن يعني؟ نعم، ايوه. كانت بخصوص قناه نادي الزمالك. فلما يعني لما في اي حاجه، احيانا بيكون في حساسيه شديده، بتكون يعني المسائل لا تستحق الا مجرد لفت نظر، انما إذا وصلت الأمور إلى يعني إثارة يعني الجماهير بشكل غير مقبول، يعني في إجراءات تصعيدية ممكن القناة يعني يوقف البث فيها لفترات حسب ما يرى المجلس الأعلى للإعلام. يعني اللجنة ترفع التوصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو اللي بياخد برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، وهو اللي بياخد القرارات اللي هي خاصة بالعقوبات. طيب كابتن، بمنظور كابتن عصام، اعتقد ان الكلام مش هيخلص ولا هنا ولا هنا، ولا لما بنقول التصريحات اللي ممكن تكون غير ملائمه من المسؤولين في هذه الجزئيه مش هتخلص. يعني احنا هنروح على فين يعني من وجهه نظر كابتن عصام؟ لان في الاخر انت بعد ازمه كورونا محتاج ان الجماهير تعود، ولكن في ظل هذه التصريحات والتراشق ما بين الطرفين، اعتقد الامور هتبقى صعبه على الدوله في فكره العوده مره اخرى. نتمنى طبعا ازمه كورونا دي تنتهي ويعود الجمهور مره اخرى للمدرجات. يعني هي الاسئله، المساله الحقيقه مش مرتبطه بعوده الجماهير. خلينا نفصل عوده الجماهير. طيب تمام يا كابتن، اتفضل. عوده الجماهير ليها ضوابط وليها محاذير خاصه بالنواحي الصحيه، وده قرار بيبقى قرار دولة، مش قرار اتحاد ولا قرار يعني هيئة، قرار دولة في انه التجمعات اللي هي خاصة بين. لا انا ما بتكلمش على عودة الجماهير يا كابتن، انا احنا منتظرين من زمان من قبل أزمة كورونا ان الجماهير ترجع، ولكن كان في بعض الامور التي تخص الجماهير في وقت من الاوقات كانت بتمنع الدوله ان الجمهور يعود مره اخرى. ده الشغب بقى، من ناحيه الشغب يعني. بالظبط بالظبط. ما احنا يعني الخوف من الجماهير، لما دلوقتي احنا الخوف على الجماهير. الخوف على الجماهير، لا انا بتكلم ما بعد. ما هو ده النظره المستقبليه، لو فضل الاحداث متتاليه بالشكل اللي احنا شايفينه اعتقد ان الامور هتبقى صعبه. ما نتذكر بتصعب جدا. بتصعب جدا. ده انا قصدي يا كابتن فيه. لانه طبعا، لانه يعني دلوقتي بنخاف من الكورونا، عايزين السلام الاجتماعي كمان، مش عايزين شغب، مش عايزين جماهير تشتبك مع بعضها. يعني مش بس على فكره، مش بس الاهلي والزمالك، يعني التجاذبات الجماهيريه
وارده في اي مكان، مش بس الاهلي والزمالك اكيد يعني. اكيد اكيد. هو كمان يا كابتن هي النقطه اللي ما حدث في وقت من الاوقات كان البعض بيتهم الاعلام، لو تتذكر طبعا في 2011، ان هو اللي كان سبب في تهيج الراي العام على او الجمهورين ما بين المصري والنادي الاهلي. احنا في الوقت ده واحنا بنتكلم، هو حضرتك متواجد معانا والكلام من خلال طبعا كاتب كبير زي حضرتك، وتوجيه الناس في فكره الهدوء وتوجيه المسؤولين كمان، يعني ده مهم جدا من خلال كلام حضرتك، ان الامور لازم تهدى، لازم يا جماعه بعد اذنكم بلاش تصريحات، وان احنا زي ما بنقول ايه ما نقولش حاجة هي مش موجودة أصلا عشان الأمور ما تشتعلش أكتر من كده كده. هو طبعا الكلام ده ما يعني بنوجهه للزملاء في الصحافه الرياضيه المتخصصه، اللي خصوصا صحافه الانديه، انما وسائل الاعلام بشكل عام، وسائل الاعلام اللي تملكها الدوله او حتى الاعلام الخاص اللي هو مش اعلام الانديه، ملتزم الى حد كبير وبيساعد مع المسؤولين في التهدئه. انما هو يعني اعلام الانديه ده حتى في خارج مصر، اعلام الانديه دايما يعني هو سلاحه التسخين، يعني لو ما سخنش مش هيبيع. يعني ده صح يا كابتن بالنسبه للوضع الحالي في مصر؟ لا، انا لو مسؤول يعني وفي ايدي قرار، هوقف المجلات الانديه دي خالص، هوقفها خالص. يعني ايه؟ لانه الضوابط عليها مش يعني، مثلا انت بتطلع في قناه اعلاميه للنادي الاهلي، في هيئه بتشرف لو تجاوزت، وفي مونيتور بيبص على القنوات الاعلام الرياضيه، سواء كانت قنوات رياضيه عامه او قنوات رياضيه للانديه، واذا حصل تجاوز بيحصل مؤاخذه، وبيحصل احيانا ايقاف بس، وبيحصل ايقاف بعض المقدمين. يعني في مونيتور، في حد بيبص على القنوات دي، انما الصحافه المكتوبه ما عليهاش. طب